غني طربي واستعراضي وحبيت نعمل حاجه خفيفه المره هذه بمنسبت يعني كنا داخلين راس عام جديد طربي واستعراضي مع بعضهم لا مش طربي واستعراضي مع بعضهم تو اني نغني في الاوبرا في مصر وعندي حفلات خاصه بالامور الطربيه لكن في نفس الوقت نعمل استعراض على المسرح ساده ونعمل غناء استعراضي اللي هو خفيف لكن ما مش معناتها خفيف تجاري. معناتها مش نوع تجاري لكن اني نختار الكلمات زي ما نغنيش حاجه تبدا كلماتها مبتذله بصراحه دونك حاجه نختار. عندها معنى خفيفه ما عندها معنى خفيف ومعناتها الناس تسمعها تحبها المره هذه قلت علاش ليه ما نعملوش حاجه هكا دخل شويه فرحه علينا لي خاصنا الايامات اللي فاتت نشوف في برشا دراما صراحه قلت برجوعي لتونس لانني عندي 3.5 سنين ما هبطتش صراحه وباش نشجع معناتها قلت باش نشجع سامحني في كلمه باش نوجه تحيه كبيره بالحق لعبد الجديد السمراني علاش ممكن نغير قصد اني قررت باش نرجع وباش نستقر في تونس فعلا من صفحته وحبيته برشا ونقولها معناتها نسب في الناس في صفحته لا هاو علاش هاو علاش نجيوها كلمة ماذا بيه معناتها بالحق نوصل كلمة علاش شهران متابعة ياسر لصفحة عبد الجديد السمراني علاش مهتمة ويلقاني في كل بوست موجودة ما تخافش ما نغيبش علاش لاني اني شفت حوايج كنت نتمناها وقت كنت في تونس موجودة كنت أتمنى تشوفها نتمنى نشوفها لقيت بالحق وقلتها وكتبتها وأني في مصر أني أني قلت أني فخورة برشا إعلامي وصحفي في تونس ووصلت وعلاش مش معناها رمي ورود لا صفحته هو علاش توقع أن يشتم مش بش يشتم هو اللي يجي أني أني نحترمه في نقده حتى كان ينقدني اليوم ولا غدوة باقي نحترمه في نقده خاطر هو عنده نقد معين لازمنا احنا نتطرقوله الناس الكل